السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في هذا القسم أذكر أنه عدم أخذ الكحول والانقطاع عن شرب الكحول لأنه لا يساعد على النوم، وكذلك التدخين فهو يسمم خلايا الجسم ويسمم بيوت الطاقة. والأمراض العقلية دائما يكونون الأشخاص المصابين بها يعانون من عدم النوم في الليل. فإذا كان النوم غير صحي وغير منتظم ولا تنام أثناء الليل وتستيقظ أثناء النهار، فهذا سوف يؤدي إلى الأمراض العقلية والجسمية، وقد يكون هو السبب أو قد يكون نتيجة بأنه هناك مشكلة في الدماغ والتهاب، وإن الحياة التي يعيشها الإنسان هي غير صحية. فهناك علاقة كبيرة بين عدم النوم المنتظم وصحة الدماغ وصحة الجسم، وأيضا لها علاقة في صحة القولون والقناة الهضمية. وهذه مشاكل معقدة علينا حلها تدريجيا وبصورة مبسطة. وشكرا وإلى اللقاء.